أعد كتابة 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 على صورة معادلة ضرب. اكتب المعادلة 3 مرات باستخدام طرق مختلفة لكتابة عملية الضرب. لنبدأ في الجزء الأول، سنكتبها على صورة مسألة ضرب. إذن كم مرة قمنا بجمع الخمسة هنا؟ حسنا، عدوا معي 1 2 3 4 5 6 7. طريقة التفكير بهذا، لنقل ماذا لدينا هنا؟ كم خمسة لدينا؟ حسنا، العدد خمسة مكرر لدينا 7 مرات، أليس كذلك؟ إذن يمكن القول أن خمسة مكررة 7 مرات، فيمكن كتابتها 7 تكرارات للخمسة. يمكن اعتبارها 5 7 مرات. لم أكتبها بصورة رياضية بعد. حسنا، انظروا، عندما نقول 7 مرات من عدد ما، لنفترض أنه عدد حبات تفاح، فسنقول حبات تفاح 7 مرات أو 7 تكرارات من التفاح. أيا كان، ففي هذه الحالة نحن نضيف عدد حبات التفاح إلى بعضها، ويمكننا إيجاد قيمة هذا، لكن لكتابة القيمة بصورة رياضية نقول هذه 7 ضرب 5، ويمكن كتابتها هكذا، أو يمكن كتابتها 7.5، والصورتان متشابهتان، تعنيان أننا سنضرب 5 ب7 أو 7 ب5، ويمكنك التبديل بين الأعداد وستحصل على نفس القيمة. يمكن كتابتها 5 ضرب 7 فستفسر على أنها 5 7 مرات أو 7 5 مرات. اكتبها بالطريقة التي تريد، لا أريد أن أزعجكم، فقط أريد أن أوضح لكم أن القيم جميعها متساوية. هذه متساوية أيضا لما سبق، 5.7 نفس الشيء، أو يمكن كتابتهم بين أقواس هكذا، كلهم نفس الشيء. هذا أيضا 5 ضرب 7 بين أقواس، كلهم لهم نفس القيمة، إذن جميعهم متعادلين. دعونا الآن ننتقل لإيجاد الناتج. إذا قمنا بجمع 5 7 مرات، كم سيكون الناتج؟ حسنا، 5 زائد 5 يساوي 10، 10 زائد 5 يساوي 15، زائد 5 يساوي 20، زائد 5 يساوي 25، زائد 5 يساوي 30، زائد 5 يساوي 35. أخيرا، أن القيمة النهائية هي 35، وكل الصور التي قمنا بكتابتها هنا نلاحظ أنها تساوي 35، ستعطي نفس الناتج، أي تساوي 35، وهذا يستحق التفكير، حيث أن جميع الصور أعطت نفس الناتج، كسبعة خمس مرات. لم يطلب منا أن نقوم بحلها، لكن أعتقد أنه يجب أن تكون 7 خمس مرات، تكون على النحو 7 زائد 7 زائد 7 زائد 7 زائد 7. لدي 5 تكرارات للسبعة، أي قمت بجمعها 5 مرات، فأصبح لدينا 5 سبعات مضافة إلى بعضها البعض، وعند القيام بعملية الجمع سنحصل على 35، وهذا يفسر لماذا 7 ضرب 5 يعادل 5 ضرب 7.